كيف وعدتكم بالجودة، كيف وعدتكم بالجوائز ديال القيمة، كيف وعدتكم بالمفاجآت طيلة السنوات العديدة. هذه إن شاء الله تكون نسخة جديدة. اليوم غيكون أول سحب بالطنبولة. هاد الطنبولة كتميز بجوائز كثيرة، والجميل في هاد القرعة هذه هي أن ما تكونش مرة واحدة، وما تكون جوج، ما تكونش ثلاثة، غتكون طيلة السنة. وحتى الجوائز ماشي جوائز عادية، عندنا جوائز اللي القيمة ديالها كبيرة وكبيرة بزاف، جوائز اللي ممكن تغير بزاف الحوايج في الأسرة المغربية. عندنا آلات الغسيل، عندنا جميع الحوايج اللي تقدر تحتاجها المرأة ولا الأسرة المغربية. إذن مرحبا بكم، غنادي على سي محمد العاقل باش يلتحق بيا ونأنيمي هاد الليلة. هاد الليلة غتكون فرحة على بزاف ديال الناس. شكرا السي وليد، تصفيقات حرة على السي وليد انيماتور ديالنا، تصفيقات اللي حضر معنا في الموسم العاشر. طبعا حضر معنا في الموسم العاشر ديال التخفيضات والعروض الكبرى وبمثابة مهرجان السي وليد. ان شاء الله هذا الدورة العاشرة الحمد لله مع الشجار ديال قصرة الحمامة البيضاء. دائما رانا اشارات متتبعين سواء في صفحة التواصل الاجتماعي اللي حاضرين معنا او عبر المباشر هنا في قصرة الحمامة البيضاء يوميا من 9 الصباح حتى 10 الليل ثلاث ايام بالاسبوع. فكنتمنى انكم تستمتعوا بوقتكم معنا سواء من خلال المباشر او اللايف ديال لي باج او من خلال قدومكم القصريه ديالنا. طبعا وليد كل شيء كينتظر وكل شيء كيرتقب اليوم، شكون هما الاسماء الفائزين او الفائزات من خلال الطريقه اللي عندنا هنا. طبعا سي محمد كيف ما كنعرفوا جميع ان اليوم غنربحوا معنا 12 الناس ان شاء الله، واللي ما حالفهمش الحظ فاحنا ما غاديش نبدلوا هاد الارقام هادو وهاد المشاركات هادو، بل غادي يبقاو وغادي نعزلوا يعني جميع الناس اللي شاركت واللي عاد تشارك كاملين فايزين معنا ان شاء الله. فاليوم هو غيكون واحد العرس قيصريه صحه الحمام تطوان باش نعرفوا شكون هما الفائزين 12 هاد الليله هذه وعلى المباشره. شكون هما المحظوظين وغادي نشرح لكم اكثر السي وليد ونشرح حتى كذلك المتتبعين ديالنا طريقه المشاركه كيفاش كنعملوا باش اننا نقدروا نفوزوا بهاد الجوائز وكيفاش اننا نقدروا نكونوا محظوظين. طبعا ملي كتجيو عندنا القصريه الحمام البيضاء وتسخرتوا اي حاجه السي وليد مع اي متجر كيكون 20 متجر تجاري قصريه الحمام البيضاء، اي واحد سخرتي من عنده كيعطيك واحد التيكي بحال هذا. التيكي بحال هذا هذا مخبع السميه ورقم التليفون. هاد التيكي هذا كتكتبوا فيه السميه ديالكم ورقم الهاتف ياك، ومن بعد كتجيبوه الصندوق بحال هذا الصندوق ديال صاحب القرعه. كنطويوه هكذا كنحطوه، وفي هذا اليوم الجميل من كل اسبوع غادي نجيو غادي نخلطوا طبعا بحضور شخصيات وزينه بحضور ضيوف اللي كيجيو عندنا دائما قصه الحمام البيضاء. واليوم الضيف ديالنا الرائع هو السي وليد، تبارك الله عليك، مرحبا السي وليد. ومرحبا كذلك معنا الطاقم الصحفي ديال شوف تي في صحاب عليهم، اللي طبعا شكرا على التغطيه الاعلاميه ديالو من هذا الحدث الرائع مدينة تطوان، لأن الحمد لله قصرية الحمام البيضاء جعلت بحال واحد الإطار تجاري مجمع الحباب. فشكرا شكرا طبعا شوف تي في، وشكرا لكل لي باج اللي حاضرين معنا. كاين كنظن باج ديال أواني كرة الحمام البيضاء، كاين باج يا زانتيس، كاين كذلك الباج ديال الباج عطورة هدايا السملالي، والباج ديالنا طبعا الاوفيسيال اللي هي قصريات ساحة الحمامة البيضاء اللي الناس كيتابعونا فيها اليوم. فشكرا لكم على المتابعة ديالكم، وشكرا لكم على لي بارطاج ديالكم، والكلمة لك سي وليد. سي محمد الحكاية فقط انا فهميت قيل جبت ساحة الحمامة تطوان، بغيت حتى انا نكون احد المشاركين في هاد الطنبولة في هاد القرعة هذه. اذا ما عليا اي حانوت اي محل كيف ما كان النوع ديالو في قيصريه ساحه الحمامه تقدس من عنده اي منتوج يعطيني ورقه بالمشاركه. طبعا ابتداء من درهم، اي منتوج ابتداء من المنتوجات ديال درهم حتى المنتوجات الكبيره، يعني قصه الحمامه البيضاء فيها بزاف ديال المنتوجات، بزاف ديال لي برودوي اللي حاضرين هنا في قيصريه. فابتداء من درهم السي وليد، اذا هذه المشاركه هذه تقدر تخوني دي لابادورات هاد المنتوجات كاملين، هاد المنتوجات كاملين كما كتشوف. ما عليك انا لا وسيدي، غير تجيو لقيصريه ساحه الحمام تطوان
تقدموا من عندنا اللي بغيتوا، وعندكم فرصه كبيره باش تفوزوا بجوائز قيمه في هذه الطومبوله. سي محمد نبداو بالصح ان شاء الله. نبداو بالصح ديالنا طبعا. حاضرين معنا كذلك تجار وتاجرات قصريه الحمامه البيضاء، مشكورين ليهم تبارك الله عليهم. بغينا الهاتف طبعا ديال سي الحمدوني ولا ديال عقيل. اذا السي وليد دابا غادي نستقبلوا إذا السي وليد غادي نستقبلوا، غادي نستقبلوا السي ياسين. تفيقة حارة على السي ياسين. ياسين طبعا السي وليد ياسين عنده متجر ديال بريسيسات هنايا في قصر الحمام البيضاء. ياسين مختص بيع جميع الملابس النسائية الجاهزة، واليوم عنده سوبر بروموسيون. سمحوا لي غادي نعطيكم لي بروموسيون على كل متجر، على كل تاجر اللي غادي معنا. سوبر بروموسيون على جيليات التاليكوس ديال النساء اليوم ابتداء من 99 درهم. يمكن لكم تاخذوا التاليكو ديال النساء، الجيلي ديال النساء بثمن رائع، ومنتوجات ديال تركيا كسياسي خلطه، منتوجات تركيه واوروبيه ومغربيه. اذا معايا ياسين ياك تفضل باش نعرفوا الفائز او الفائزه. رقم واحد طنبوله سي وليد، تكلف لينا باول مكالمه ان شاء الله. إذا الفائزة رقم واحد في الطومبولة ديال القيصرية تسعد حمام تطوان الأنسة أو مدام رودينا، تصلوا بها حالا. رودينا تصفيقة حرة نوريوها لهم في لايف. نعطيو على النمرة. ها هي رودينا في الباج ديالنا، الباج هادية رودينا. دائما الشفافية السي وليد. مرحبا ناس ديال شوف تي في، ها هي الشفافية رودينا. سمحوا لي غطيت على الرقم الهاتف. نعم صحيح صحيح صحيح. اتصلوا بالفائزة رقم واحد في الطنبولة القرعة الكبرى القيصريات ساحل حمام تطوان. إذا كان الاسم كامل العاقل دائما ما تذكرش الاسم كامل غير صبيح. الناس ديالنا تطرجيها. إذا على المباشر غادي نحطوا اتصال بالفائزة رقم واحد في القرعة الكبرى ساحل القيصريات ساحل حمام تطوان. ألف مبروك رودينا. ألف مبروك رودينا. وعليكم السلام ورحمة الله. لالا رودينا بخير؟ كلشي مزيان. بارك الله فيك. لالا رودينا جيتي القيصرية تسعد حمامة وشاركتي معنا في القرعة. مبروك لالا، الفائزة رقم واحد في القرعة هي تينا لالا. هنيئا لك، مبروك. لالا رودينا نتمنى غدا ان شاء الله تلتحق بينا القيصريه باش تسلمي الجائزه ديالك. ما كرهتش تعطينا على المباشر شي كلمه بحق قيصريه الحمام تطوان. بارك الله فيك لالا رودينا وشكرا وهنيئا لك. ماكينه تسكت اسي، ماكينه تسكت. غدا ان شاء الله في السد العشيه مرحبا بك عندنا في القيصريه باش تاخذ الجائزه ديالك. بارك الله فيك الله يرضي. ساعة سعيدة. رقم واحد. واحد. تشوفوا في الصفحات ديالنا، دخل الباج القيصرية وباج. إذا مبروك الرودينا، بغيتكم كاملين تكتبوا مبروك الرودينا الناس اللي كتابعنا. تصفيقات على الفائزة رقم واحد. هذه الجائزة رقم واحد، قولي لها في اللايف باش تتابعنا الناس في اللايف باش يعرفوا الجائزة رقم واحد. هنيئا السيدة رودينا الفائزة رقم واحد في الطنبولة الكبرى اللي كتنظمها قيصرية ساحل الحمامة تطوان. غادي نمروا السي وليد الجائزة رقم جوج، حنا غادي بشوية بشوية نوصلوا للجائزة الكبيرة والرائعة اللي كلشي اليوم كينتظرها. واللي حتى أنا كنتظرها. كنتمنى تكون حقتك إن شاء الله. إن شاء الله. إذا غادي نمروا للجائزة رقم جوج، ولكن تنشوفوا الجائزة رقم جوج عاد غادي نعملوا التقليد. الجائزة رقم جوج عبارة على بلاك مزيون. هضر الدين. يعني بلاطشة ديال الشعر. الناس اللي متبعينا في اللايف فجوائز طالعين بشويه بشويه، انتم كتشوفوا جوائز قيمه ياك، حتى غادي نوصلوا للجائزه الكبرى اللي كيتمناها والي. وللتذكير سي محمد ان المشاركه مفتوحه طيله السنه طيله الاسبوع، والسحب المجيد ان شاء الله يكون نهار الاحد في هذا النهار هذا. يعني كيدكم سيمانه اجيو تقداو 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 باش تضعفوا من الحظوظ ديال الفوز ديالكم. كلمه خير. تفضل. الناس ديالنا اللي معنا في اللايف الله يجازيكم بخير. عطيهم باج القيصريه باش يتابعوا. باج ديال القيصريه جديده بالنسبه للناس اللي حاضرين معنا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي واللايف اللي كاينين، وكذلك مع الناس ديال شوف تي في مشكورين. الوغ عندنا الصفحه الرسميه ديالنا ديال قيصريه الحمامه البيضاء سميتها قيصريه ساحه الحمامه البيضاء. غادي تلقاو اللوغو ديال الحمامه. غتلقاو اللوغو في الزرق وفيه الحمامه. فكنتمنى انكم تابوناو معنا وتبارطاجيو معنا لي برومو ديالنا.
دائما في اطار فعاليات التخفيضات الكبرى لقصائد حمام البيض. غادي نمروا للسحب الثاني وغادي ننادي عمي بوشتا. غادي ننادي لعمي بوشتا. غادي عمي بوشتا. عمي بوشتا. غادي يكون معايا السي وليد. غادي تخليتي جليتي عمي بوشتا. غنعرفك بالسي بوشتا. السي بوشتا هو صاحب متجر بالوما مويبليس اللي باع جميع الاثاث والديكورات المنزليه. السي بوشتا عملوا واحد السوبر بروموسيون اليوم على لي سالامونجي. صالامونجي فيهم ديال 4 كراسه وكاينين ديال 6 كراسه. اليوم صالامونجي اللي كتكلفك 1800 درهم غادي تلقاوها غير 1100 درهم. حنا قناه الشعب كندفعوا في الشعب. الحمامه البيضاء ومعها جائزه اللي هي عباره على الباك ديال الكيسان ديال العراسات. تبارك الله. كيسان العراسات الباك ديال 12 غادي يكون جائزه وبالمجان من خلال الثاني نتو. صالامونجي اللي كدابا حاليا ب 1200 درهم. اذا بغا بوشتا السي وليد عطينا شي تخليطه مزيونه. عطينا شي سيدي. بسم الله. تساعد الجميع بالنسبه للناس ديالك. عاود عاود تمسح برافو. اذا الفائز والفائزه رقم 2 في القرعه الكبرى بوتينا. كتعطيك واش ولد ولا بنت. برافو هنيئا لبوتينا. اذا هنيئا لبوتينا. صحة لبوتينا. بوتينا الفائزه رقم 2 في القرعه الكبرى اللي كتنظمها قيصرية ساحة الحمامه في تطوان. الباج ديالنا اللي باج ديالنا يا فرانسيسكو دايما كتشوف بوتينا كل شفافيه طبعا الناس ديال شفتي طبعا القرعه هذه ماشي مفتوحه فقط الناس تطوان هي مفتوحه الناس تطوان والنواحي والناس طنجه والناس من جميع ربوع المملكه المغربيه اجوا عندنا القيصريه تاع الحمام تطوان باش تشاركوا وتفوزوا معنا ان شاء الله. اذا حالة الاتصال على المباشر بالسيده بوتينا الفائزه رقم 2 في القرعه الكبرى اللي كتنظمها قيصريه ساحه الحمامه تطوان. سي وليد تفضل. ثقة تحرى عفاكم على وليد احسن انيماتور ديالنا الاعلامي ديالنا ثقة تحرى عليه اليوم. شاب وسيم شاب وسيم نهار جميل على الصديق والاخ يوسف تا هو مسكين الكاميرا ومول الكاميرا. انا بوتينا بخير. بوتينا بخير كلشي مزيان الله يحفظك بارك الله فيك. لاله بوتينا شاركتي في القرعه اللي كتنظمها قيصريه ساحه الحمامه. مبروك عليك لاله بوتينا الفائزه رقم 2 في الطنبوله. قلت لك انت الفائزه رقم 2 في الطنبوله اللي شاركتي معنا في قيصريه ساحه الحمامه. والله العافيه. مرحبا لاله بوتينا ومرحبا بك عندنا غدا ان شاء الله في قيصريه ساحه الحمام تطوان في السر فوق ان شاء الله العشيه. والرقم ديالك هو رقم 2 حاول تحسب هذا الرقم هذا باش تسلمي الجائزه ديالك. عطينا شي كلمه بحق قيصريه. اجيب مرتي فيما كنتي مرحبا بك واجي تسلم الجائزه ديالك في الوقت اللي بغيتي. انت رقم 2 صافي. لاله بوتينا لاباس بخير. شوف اذا بغيتي تشوف الجائزه ديالك دابا باش تنعس مرتاحه دخل للباج ديالنا في الفيسبوك غادي تعمل قيصريه ساحه الحمامه البيضاء غادي يطلع لك اللايف ياك باش تشوف الحمامه. قيصريه الحمامه الصفحه سميتها قيصريه ساحه الحمامه صافي تبارك الله. يلا باش تشوف الجائزه ديالك ها هي في اللايف. ها هذه الجائزه ديالك رقم 2 بوتينا. اذا هذه فرصه هذه فرصه الناس اللي كيشاركوا معنا اللايف بارطاجيو اللايف بارطاجيو اللايف باش يوصل هذا اللايف اكبر عدد ممكن من الناس. ممكن الناس اللي كيتفرجوا دابا اللايف يكونوا احد الفائزين. ممكن اللي ما وصلوش اللايف يوصل لهم دابا غير خلال البارطاج ديالكم. مرحبا بكم وشكرا على المشاركات ديالكم وندوزوا للفائز. من الفائزه رقم 3 شكون حماد سجاد. ورينا الجائزه رقم 3. الجائزه رقم 3 السي والي عاود ما كتختلفش على الجوائز الكبرى هي عباره على سي شوران ماكسي بروفيسيونيل شي حاجه طوب مع عندنا في قيصريه الحمامه البيضاء. وطبعا كاين الناس اللي خداوها واللي كيميز ايضا هاد الطنبوله اللي كتنظمها قيصريه تاع الحمامه في تطوان هي المنتوجات والهدايا
هي قيمه بزاف لا من ناحيه الكاليتي الجوده ولا القيمه الماديه ديالها. هذا الشيء اللي كتفكر فيه الناس والتجار ديال القيصريه هي الزبناء ديالهم يقدموا لهم هذه في مستوى اللي يفرحوا بها واللي تبقى لهم واللي تخليهم يجيو يشرو وحده اخرى للعائله ديالهم. تحيه كبيره للمتابعين ديالنا في قناه شوف تي في. طبعا للاشاره والربح الاكبر ماشي هما الجوائز، الربح الاكبر هو اللي كتجون عندنا القيصر الحمامه البيضاء الاثمنه اللي عاملين لكم، راه التخفيضات كتوصل ناقص 50% على جميع المنتوجات اللي عندنا معروضه في قصر الحمامه البيضاء. انا اختي الحمدوني تفيقه تحرى على السي الحمدوني. قول داخل اخي الحمدوني هذا السي وليد الحمدوني، الحمدوني الاختصاص ديالو عاود جميل بزاف باش تعرفوا شنو عندنا في قصر الحمامه البيضاء، راه كنبداو من 19 وكنكملوها في الزرابي. السي الحمدوني من بين الناس طبعا التجار الكبار في مدينه تطوان ديال الزرابي والموكيطات والافريشه. اليوم عمل واحد بروموسيون مزيون بزاف طيله هذه الطومبوله هذه، عنده بروموسيون على الموكيطات ابتداء من 89 درهم ياك اسي عبدوري، ابتداء من 89 درهم. وبالنسبه للعبارات ديال الزرابي جيبوا العبارات اللي بغيتوا بحال اللي كيقول لي دائما كيقول لي جيب العبار ديال لوتورد غادي نفرش لك لوتورد، فالتسويقه تحرى عليه عفاف. والله الدراري كلهم الناس معانا. انا خليتي جلاتي الحمدوني. خليتي جلاتي. اذا متابعينا الكرام على المباشر غادي نعرفوا الفائزه رقم 4 ولا الفائزه رقم 4 في طومبوله الكوبر. رقم 3. اذا نشوفوا الفائز ولا الفائزه. فائز ولا الفائزه اش بان لكم؟ انا الفائز كنقول. فائز ولا فائزه؟ فائز ولا فائز؟ البصره النسميه. نظركم اش فائز ولا الفائزه؟ فائزه 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 لواء الدين. لواء الدين تبقى تحرى على لواء الدين كتقول له سعيد تبقى تحرى عليه وغادي يكون كتب اختصاص سي وليد. انا سي وليد انا تنسوني كنعيط له غير كيعرفوا لي هذيك بقيتي تتفلى عليه ولا تضحك معاهم شي شويه الصوت ديالك ما كيعرفش. إذا على المباشر غادي نعرفوا الفائز رقم 3 الطنبولة الكبرى اللي كتنظمها قيصرية الساحة الحمامة في تطوان، الطنبولة اللي كتميز بجوائز كبيرة الرقم اللي طلبتوهم ما مشدش دابا. لا غنعاودو نخلطو إذا غنعاودو غنعاودو جوج جنوبات ما كانش كنعاودو نعاود نتصلو به. إذا نعاودو اتصال مجددا. طبعا قانون المسابقة كتعرفوا طيلة السنة في جميع لي طنبولة ديالنا كنصونيو على الرقم اذا خرج خارج التغطيه ثلاثه المرات، ف ماشي كنلغيوه انما كتلغى الجائزه وكنخليوه هنا كنرجعوه هنايا يقدر يشعل التليفون ويربح معنا في خطره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نعاود نربطو اتصال مجدد بالسي لواء الدين. تنعس بكري هذا. اذا السي لواء الدين كيعتذرنا عنا كنعتذروا الحمد لله عاود خلط الحمد لله عاود شي تخليط اخرى. ان شاء الله كل شيء غادي يفوز هاد الناس اللي في هاد القرعه هادي كان غادي يكونوا من الفائزين هاد العام هذا ان شاء الله. كيفما قلت العقل كيسقسي الله يقول لا لافادوره ولا ما كاينش لافادوره. كاينه لافادوره كاينين جوج لافادورات اليوم شحال تخرج لافادوره؟ اليوم غتخرج لافادوره واحده اللي هي طبعا الجائزه الكبرى في هذا اليوم هذا الرائع في الاسبوع الاول من اطار الفعاليات ديال الموسم العاشر من التخفيضات الكبرى لقصر الحمامه البيضاء. تحيه سي محمد العاقل شكون كتقول الفائز ولا الفائز؟ بنت ولا كنظن انه لا بنت بنت فائز هو هو التسميه هذه كتشوف هي كتشوف بنات ولا ولاد كاينه. اذا الفائز ولا الفائزه اقبال اقبال اتصلوا باقبال ونشوفوا واش غادي يحالفوا الحظ باش يكون خطره والدنا وهي باش ولد ولا بنت اش كتقول؟ اقبال ولد ولا بنت؟ ما كيجاوبش السي اقبال نعاود نشوفوا سير مرحبا بك. إذا مزيان أخي هذا الاتصال مجددا حتى السي إقبال ما حلفوش. عاودوا نوبة ثانية أخي هذيك عاودنا الثانية عاودنا الثانية الثانية صح هيدا شوف الناس اللي هنا كاملين كيدعيو كاملين كيدعيو العاقل عندي كاملين كيدعيو. بالنسبة للناس اللي طافيين التليفون ياك ما كنلحقوهمش مرة راه كنردوهم هنايا يقدروا تطفى التليفون باقي هذاك ويشاركوا معنا طبعا.
اخوان شويه السكات باش يمشي الامور ماشيه مزيانه باش اذا نعرفوا الفائز والفائزه رقم 3 ولد ولا بنت بنت نورا تصفيقات حاره على نورا الف مبروك نورا اتصلوا بها ولكن ما نقولوا لا مبروك حتى تهز التليفون ياك اذا على المباشر متابعينا الكرام متابعي صفحه قيصريه سعد حبابتي طوم متابعي قناه شوف تي في وتتبعي جميع الصفحات ديال التجار في القيصريه. لالا نورا السلام عليكم. الو واخا نعاود الاتصال مجددا. واش عندنا ذاك جائزه ما بغاتش تمشي؟ مازلنا باش مولاها ولا مولاتها؟ لا باغي يسخر لكم باقي مولاتها باش نبارطاجيو ما تخممش باقي كتطلب مسكينه. السلام عليكم. لالا نورا بخير. الو لالا نورا بخير. الله يجازيك بخير. الحمد لله بارك الله فيك. لالا نورا شربتي معنا في القرعه ديال قيصريه اتحاد الحمامه. مبروك عليك لالا نورا الفائزه رقم 3 هي تاعنا في الطنبوله. مبروك عليك. شنو باغي تقولنا بهذه المناسبه؟ تحية كبيرة اسمنا تصفيقات لالا نورا مبروك عليك ومرحبا بك عندنا غدا ان شاء الله من 7 العشية الفوق باش تسلم الجائزة ديالك وعطيهم الرقم 3 ان شاء الله مرحبا بك بارطاجي اللايف بارطاجي اللايف الجائزة ديالك الجائزة ديالك الجائزة جائزة مع العطرات لالا نورا مبروك عليك وتحت بينا غدا ان شاء الله باش تسلم الجائزة ديالك غادي نمروا للجائزة رقم 4 ياك الإخوان الجائزة رقم 4 سي الحمدوني طبعا الأواني المنزلية الله يزول فين هو محسن فين هو محسن فين هو يوسف فين هو يوسف محمد فين يوسف شديته عملنا شي تخليطة أقول لهم بسم الله بسم الله بركة الله الناس اللي كانوا تحت الفوق الحمدوني ما عرفناش بالسي الحمدوني. السي الحمدوني هو التاجر معنا في قصر الحمام البيضاء. التخصص ديالو هو الاواني المنزليه. جميع الاواني المنزليه والالكترو منزليه غادي تلقاوها عند الحمدوني. يعني الحمدوني كيجيو عنده النساء بزاف لان عنده المسائل ديال الكوزينه السيوالي بزاف مزيان تبارك الله على السي الحمدوني. الى عطينا السي الحمدوني دابا نقدر نعرفوا الفائز رقم 4 باللي انا اللي عنده دور خاويه وبغى يجهزها رقم 1 حتى 10 يجي قيصر على الاقل فوق يجي قيصر تاع الحمام تطوان عاد تلقاو اي حاجه جات على البال حتى المواد الغذائيه كاينه اي حاجه بغيتوها الاتات الكترونيك ولا فوس القيصري المواد المنزليه كلشي كاين في القيصريه ولا لا دابا يخرج معايا جائزه هي هذه رقم 4 عباره عن واحد على بركة الله نعرفوا الفائز ولا الفائزة فائز ولا الفائزة اش كيبان لكم؟ فائزة فائزة شكون اللي كيقول الفائزة علي؟ شكون تقول الفائزة علي بنتو؟ المرة معنا سي خالد ألف مبروك سي خالد ولكن ما نقولوش مبروك سي خالد سي خالد سي خالد إذا كما كتشوفوا متابعينا الكرام كاين شي واحد العرس اليوم عرس بامتياز مليء بالجوائز مليء بالمسرات هذه هي الحاجة الكبيرة اللي كتفرح الزبناء قيصرية اتحاد الحمام في تطوان الحاجة اللي ما عاد تجبروها في حتى شي بلاصة في تطوان كاملة عاد تجبروها غير في قيصرية اتحاد الحمام في تطوان يتميزوا بالجودة كيتميزوا بالخير ديالهم كيتميزوا اي حاجه الاسعار والاثمان التاليه تحيه كذلك متتبعينا عبر ربوع المملكه المغربيه من خلال قناه شوف تي في فشكرا لكم على المتابعه وشكرا على التغطيه هذه الاولويه زيدوا فرصه اخرى السي خالد زيدوا فرصه اخرى زوج فرص مازال لك يلا السي خالد الكس مبروك خالد 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 خالد
بوها القهوة جوائز جوائز كلهم يحملين مازال جوائز الدعوة ديالكم نزار مازال جوائز إن شاء الله أنس وغيفتح محمد بن نسوة وغيفتح عندك مثلين تنسي إن شاء الله نجي نشارك الله يطلع الدرجة جي والله اللي كنتمنك أنك تكون معنا السوالي إن شاء الله وأنت أنت راه ربح القيصرية وخلي لك تبرك تحية كبيرة بمناسبة السي محمد العقيل من خيرة الناس اللي فينا تلوان الناس اللي متبرمين في هذه المدينة ديال الزاج والصندوق الحمر هذا ياك طبعا كانوا كيجمعوا في المحلات ديالهم التجار اللي كانوا كيجمعوا في المحلات ديالهم اليوم جميع الوريقات ديال القيصريه سواء اللي كانوا في هذا الصندوق سواء اللي كانوا في هذه الزاجه هذه سواء اللي كانوا في المحلات عند التجار راه حطيناهم هنايا راه هنايا جميع الوريقات ديال الطنبول اذا نختاروا فايز اخر سيدي شنو نديروا في هذه الحاله هذه دابا داك كي صوني التليفون ديالو ما كيجاوبش تقدر يعيط ديك النمره اه جوج ساعات اش بان لي انا عيطو مسان كيواجه صافي خلي النمره خلي النمره تما خليها عليها بواحد يتوصل نشوفو الكادو ديال الشهر صافي هذا قال شي ربي ما يجيوش فائزة ونحاولوا نربطوا اتصال الحالة بالفائزة رقم 4 قنبلة والقرعة الكبرى اللي كتنظمها قيصرية ساحة الحمامة في تطوان نهاد إذا نعلم مباشر نتمنوا جاوبنا لالا نهاد السلام عليكم لالا نهاد بخير كلشي مزيان بارك الله فيك لالا نهاد تقاتلتي مع عندنا قيصرية ساحة الحمامة وشربتي قنبلة في قرعة مبروك عليك فائز رقم 4 مبروك عليك لالا ربحتي معنا وكنقول لك دخل دابا حالا للباج ديالنا الفيسبوك على المباشر باش تشوف الجائزه ديالك لالا نهاد ومرحبا بك عندنا غدا ان شاء الله نص ساعه فوق الحشيه باش تسلم الجائزه ديالك رقم 4 وغادي تسلم الجائزه ديالك ان شاء الله مرحبا صافي لالا نهاد مبروك عليك وشكرا حيت كتجي تقدم قيصرية ساحة الحمامة في تطوان ساعة سعيدة ليلة سعيدة إذا هنيئا نهاد تصفيقة حرة اليوم تصفيقة حرة وغادي نمروا للجائزة تجي مشكل رقم 5 لا لا غير مع الاتصال هذا صافي الاتصال هذا إذا رقم 5 غادي نمروا للجائزة رقم 5 إذا لحد الآن المتابعين الكرام عرفنا 4 الفائزين في الطنبلة وحالا غادي نعرفوا الفائزة أو الفائز رقم 5 إذا كانت فائزة بصحتها إذا كانت